المجرم اللي ارتكب جريمة قتل ما بينامش هو كمان، لأنه منتظر اليوم اللي هيتحاسب فيه. والتاريخ شاهد الحقيقة على حوادث كثيرة جدا حوسب فيها المجرم الذي ارتكب جريمة كمذبحة رابعة العدوية. عن الفيلم الوثائقي ذكريات مذبحة، دعوني أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أسامة، تحياتي لحضرتك وللزملاء، ويعني خالص العزاء، نجدد العزاء لشهدائنا في ربعة وللمصابين وفي هذه الجريمة ضد الإنسانية. نعم دكتور أسامة، كيف رأيت ما ورد في فيلم ذكريات مذبحة من شهادات أعتقد أنها شهادات محايدة، يعني لم يكن أحد من هؤلاء لا من أنصار الرئيس مرسي ولا من مؤيدي، لا مدير مكتب نيويورك تايمز، مستشار أمن قومي في إدارة أوباما، مديرة هيومن رايتس ووتش، رئيس الأمن في سكاي نيوز، عضو مجلس عموم بريطاني. كيف رأيت ما جاء في هذه الشهادات؟ طبعا هذه محاولة مهمة جدا وربما الأولى بهذه الكيفية، يعني كفيلم معمول بطريقة احترافية، وإن هو يوثق شهادات عدد من الرموز الأجنبية التي كانت تتابع سواء كان من داخل القرار زي بين رودس لما بيتكلم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي اللي كان بيتابع لحظة بلحظة يعني أحداث ما بعد الانقلاب حتى مذبحة ربعة، شهادات ناس مهمين زي عضو مجلس العموم البريطاني، كان ساعتها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم اللي هو كريس بلانت اللي هو زار ربعة مرتين، كيرك باتريك اللي هو ليه توثيق الحقيقة قوي جدا وهو من أكثر الشهود على ربعة وما قبل ربعة وما بعد ربعة، وربما كتب عدد من المقالات المهمة في نيويورك تايمز أو أصدر كتابه بين أيدي العسكر بيوثق فيه الحقيقة الكثير من الاتصالات والمؤامرات التي ربما لم يغطيها هذا الفيلم. الفيلم طبعا مش متوقع أنه هو يعني هيغطي كل حاجة، لكن بالتأكيد هناك أشياء، حلقات مفقودة لا تزال في حاجة إلى أفلام أخرى، لا تزال هناك فاعلين كانوا في هذه المرحلة كان من المهم أن احنا نستمع ل صوتهم، زي مثلا واحد زي الدكتور البرادعي اللي هو استقال في نفس اليوم واللي كان ليه فيما بعد بيان بيتكلم فيه على أن ربعة كان هناك حلول سياسية مطروحة، وده اللي بيجعلني طبعا دايما أكرر أن ربعة مذبحة ارتكبت مع سبق الإصرار، كان هناك إرادة لسفك الدماء، إرادة ل كانوا بيعتقدوا سيسي وداعمين في الإقليم ومن خلفهم إسرائيل يريدون سحق الحركة الإسلامية لخمسين سنة في الأمام، ولذلك كان لازم يرتكبوا مذبحة ضخمة جدا. طيب دكتور، بحجم ربعة أخواته. طيب أنا الحقيقة من وقت عرض التريلر بتاع الفيلم وبعدها العرض الخاص اللي كان في بافتا في لندن وعرض أيضا بروكسل، الإعلام المصري شن حملة غير مسبوقة على الفيلم من غير ما يشوفوه، حتى ما حدش فيهم شاف الفيلم، وامتد الهجوم على ربعة وإعادة التذكير مرة أخرى أنه كان اعتصام مسلح وكانت بؤرة مسلحة وبؤرة إرهابية، للدرجة اللي وصلت واحد زي أحمد موسى أنه يطلع على الهواء يقول يا جماعة أنا ما حرضتش على قتل حد، دول كانوا مسلحين. هل عندك تفسير ليه المرة دي الهجمة بهذا القدر من الشراسة؟ أنت طبعا عارف أن يعني النظرية بتوع علم الإجرام أن المجرم دائما يحوم حول جريمته. هؤلاء طبعا هم يواجهون تاريخ موثق زي ما حضرتك تفضلت، ويعني هذه المجزرة يعني هي طبعا الأكبر في العالم كله وفقا لكل التقارير، ومنها تقرير هيومن رايتس ووتش اللي قال إن دي أكبر مجزرة ترتكب ضد يعني متظاهرين سلميين في التاريخ، أكبر من مجزرة تيانمن، لكن طبعا هي موثقة عن أي مجزرة أخرى، ولذلك هم يحاولون بكل ما يمكن من فعل سواء كان بالدراما المزيفة أو عن طريق الشهادات المزيفة والمفبركة أو عن طريق المحاكمات الجماعية، لأنهم حكموا
المجني عليهم في ربعة، واصدروا عليهم احكام بالاعدام بزعم ان هم قتلوا انفسهم، ولا يعني في منتهى الاستخفاف بالعقول. فهو يلح دائما على محاولة كتابة التاريخ بالشكل اللي هو يريده، لكن لا يمكن ان يفعل ذلك. جريمتهم واضحة، وجريمتهم يعني هناك الكثير مما كشف عنه الآن يؤكد كما قلت أنها جريمة ارتكبت عمدا لسفك الدماء، وارتكبت بطريقة وحشية لا تتناسب أبدا مطلقا مع الطرق التي يتم فيها فض التظاهرات كما نرى في كل العالم المتحضر. شكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، كنت ضيفي عبر سكايب. أرحب معي في الاستوديو سلمى أشرف مدير منظمة Human Rights Monitor، وأيضا سلمى كانت شاهد عيان على مذبحة ربعة وشاهدتم شهادتها في الفيلم، وهي بتحكي عن أسماء البلتاجي اللي قتلت في مثل هذا اليوم منذ 10 سنوات. سلمى أهلا بك. 10 سنين على مذبحة ربعة، كنت هناك، أسماء البلتاجي صديقتك، سمعنا شهادتك وانت بتصفيها في الآخر ان هي الفراشة اللي كانت حواليك وطارت خلاص بلا عودة بعد 10 سنين، ازاي بتفتكر اليوم ده؟ هو الحقيقة خلال 10 سنين اللي فاتت انا كنت بحاول ان انا اتجنب اي حاجة تفكرني بالموضوع ده، لكن هو دايما في الباك جراوند، دايما شغال. لما شفته حسيت ان انا عايشة في اللحظة دي، كل حاجة رجعت لدرجة ان الواحد حاسس ان هو جسمه اشعر. شاهد حاجات فعلا كانت اتمسحت من الذاكرة أو كان العقل بيحاول إنه هو يتفاداها، ولكن الحقيقة إن الجريمة لا زالت مستمرة، وإنه اللي حصل ده كويس جدا إنه هو توثق، لأن 10 سنين فترة طويلة كان المفروض إنه هو يحصل فيها حاجات كتير. وأصلا إحنا يعني أنا النهاردة موجودة هنا عشان كده، عشان نتكلم في إيه اللي حصل في 10 سنين اللي فاتوا دول، أو إيه اللي ممكن أنه هو يحصل قدام. لكن ما فيش لحظة واحدة أنا أتوقع فيها أن أي حد من اللي شهد المجزرة دي قدر أنه هو ينسى ولو اليوم، وأن هي أثرت على حياته بشكل كبير جدا، وأن هي غيرت مسار حياته وغيرت مسار حياة عشرات الألاف من الناس، و كتير مننا جدا لازال بيعاني، وخصوصا اهالي اللي تم قتلهم. يعني طيب انا فاكر انه على نفس الشاشه يوم 14/8 تقريبا او 13/8/2014 الذكرى الاولى الرابعه العدويه، سلمى اشرف كانت ضيفتي، بس كان في برنامج تاني اسمه مكملين النهارده، وكنا بنتكلم بعد اول سنه ايه اللي حصل السنه اللي فاتت وبنفتكر اليوم ازاي. ايه اللي اتغير سلمى بعد 9 سنين؟ ايه اللي اتغير على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على مستوى المذبحه نفسها وملاحقه المجرمين؟ على المستوى الشخصي كل الناس حياتها بتستمر، لكن طبعا بيفضل زي ما انا قلت في الباك جراوند ان في تروما حصلت، وفي مذبحه ما شاهدهاش اي حد في حياته في العصر الحديث وتعرض ليها، فدي طبعا دمرت اجيال كامله نفسيا. لكن على المستوى الحقوقي اقدر اقول ان احنا لما قابلتك من 9 سنين كان في امل وكان في حماس وكان في كان عندنا فكرة إن ممكن فعلا حقوق الإنسان تكون حاجة حقيقية وتجيب حق الناس، وإن إحنا هنعمل، وكنا بنروح الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ونجتمع نسافر كل أوروبا ونقابل البرلمانيين هناك. لكن بعد 9 سنين في الذكرى العشرة أنا بقول لك الوضع اختلف تماما. إزاي؟ تفكيري أنا اختلف. يعني رصدي للفترة دي كلها، مشاهدتي للواقع السياسي اختلفت، علمي إنه القوة، إن الحق مش هيجي غير بالقوة، إنه حقوق الإنسان هي مجرد شماعة أو هي مجرد يافطة بيزينوا بيها إرادة تكلم عن المجتمع الغربي بالضبط. لأن أنت قلتي أنت قلتي شهادة في الفيلم. نعم. إن أنت بقى عندك قناعة إنه الولايات المتحدة وبريطانيا مش بيهتموا بحقوق الإنسان. تمام. غير لما يكون تبعهم، يعني حاجة تمشي مع مصالحهم. بالضبط. أنت مقتنعة بده دلوقتي؟ تماما. طب القانون الدولي والضغوطات اللي بيمارسها الغرب على بعض الحكومات والعقوبات احيانا كمان اللي بتصدر من الولايات المتحده عشان حقوق الانسان؟ الاهداف سياسيه، اهداف اجتماعيه، اهداف اخذ ثروات. يعني عندك مثلا اللي حصل في النيجر، هل هو مساوي للي حصل في مصر؟ لا، مفيش قطره دم واحده نزلت،
ولكن رد الفعل العالمي والصخب الفظيع والغضب وكلها ليه؟ كلها عشان مكاسب اقتصادية وعلشان في مصالح. لكن اللي حصل مثلا لما كانوا حابين ان هم يتخلصوا من صدام، لما كانوا حابين ان هم يتخلصوا من عمر البشير، سلوبودان ميلوسيفيتش، لما كانوا حابين ان هم يتخلصوا من اي حد مر قدامهم، هل ده معناه ان انتوا كحقوقيين خلاص توقفوا شغل؟ يعني ما فيش توثيق ولا في سعي للجهات دي لان هي كلها مصالح، فالناس تتوقف عن توثيق انتهاكات حقوق الانسان او السعي للعداله ولا ايه؟ لا اكيد لا، اكيد لا، لان احنا اللي بنبني الملف، احنا اللي بنجمع الشهادات، احنا اللي عارف لما بتجمع الادله علشان تقدمها المحكمه وبعد كده يتم دي كلها جرائم متصله اصلا، متصله من وقت الثوره، بعد الثوره، من اول لما اتخذ المجلس العسكري و الى الان. يعني لو اقول لك مثلا انه اللي حصل في الفض، عدد ضخم جدا اتقتل، مش بس في ربع العدوية ولا في النهضة، في 14 محافظة وفي ميادين مختلفة، وكان العدد ضخم جدا. يمكن اللي قدرنا كلنا كحقوقيين ان احنا نجمعه كان ماكسيمم مثلا قول 1000 وحاجة، 1100، غير طبعا اللي اختفوا واللي اتحرقوا واللي فقدوا وغيره. لحد النهاردة العدد اللي اتقتل في السجون هو ضعف العدد ده، بيتقتلوا بالقتل بطيء، بالإهمال الطبي، بالتعذيب، بالإخفاء القسري ومنعهم من الرعاية الطبية والأكل والشرب والظروف اللي داخل الاحتجاز، بيتم قتلهم قتل بطيء. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إنه هي الجريمة وقفتش عند ربعة، ولا هو مثلا عمل كده علشان في إرهابيين هو كان عايز يسكتهم وخلاص الأمن استتب وكده، لكن جريمته مستمرة. فدورنا احنا كحقوقيين ان احنا مستمرين في توثيق هذه الجرائم لحد ما يتفتح الباب. وحقيقة أسامة انا جاي هنا علشان اتكلم في حاجة مهمة جدا، هي السبب الرئيسي اللي خلاني ان انا اجي هنا. انا عايشة برا مصر من زمان جدا، ومعايا الجنسية البريطانية من زمان، ونزلت مصر كواحدة مصرية عايزة تجرب تشوف التجربة الديمقراطية بعد الثورة. ولما كنا هنا في لندن قبل ما تحصل كل الأحداث، كنا بنروح قدام السفارة ونتظاهر وحاسين يعني إن في أمل. لكن لما نزلت مصر وحصل إن أنا كنت أحد شهود ربع العدوية وأحد ضحاياها كمان، لأن أنا أصبت بالخرطوش، طلعت برا مصر وكلمت كل الناس، كل الناس، سياسيين، إعلاميين، حقوقيين، قضاة حتى، كلمتهم قلت لهم يا جماعة أنا معايا باسبور إنجليزي وأنا أصبت جوه ربعة، أنا مستعدة للشهادة. ما كانش في أي حد مهتم إن هو ياخد القضية دي ويقدمها لأي محكمة. وتقال لي كده بنص صريح، القضية المصرية ملهاش صاحب، القضية الفلسطينية ليها، السوريين ليهم، لكن القضية المصرية ما لهاش صاحب. بالتالي اللي أنا بقوله إن إحنا كل اللي إحنا عملناه السنين اللي فاتت دي هو كان إن إحنا نجمع الملفات و... بس معلش، 10 سنين ما لقيتيش صاحب لقضية زي كده؟ ما هو ده صعب شوية. أنا بقول لك أنا مشيت شخصيا بشكل فردي، أخبط على أبواب الناس اللي مهتمة، المحامين اللي مهتمين بقضايا حقوق الإنسان، واروح للامم المتحده واقدم تقارير وبما فيهم التقرير بتاع دكتور محمد مرسي. وما فيش. كلمت طيب علي، كلمت الناس اللي هم المفروض ان انا طبعا هنا على منصه المفروض ان هي اخوانيه. لا هي مش المفروض انها اخوانيه ولا حاجه، تمام، بس بصحح معلومه يعني، تمام، بس المفروض ان هي بتدافع عن حقوق الناس اللي اتظلموا على مدار السنين دي، او هي اتعملت علشان تنقل الصوره بالظبط اللي كانت حصلت. كلمت ناس كتيره جدا، ما فيش حد اهتم تماما. طيب بلاش، انا هتكلم عن عبد الله مرسي. طيب انا بس عشان ما شعبش الموضوع، احنا موجودين اهو، انا بنقل صوتك لكل الناس يا جماعه. في قضيه، في مواطنه بريطانيه حضرت الفض، هي من ضحايا الفض، وفي قضيه هي بتنقل صوتها، لو الصوت ده ما اتسمعش العشر سنين اللي فاتوا، فانا بنقله على لسان سلمى اشرف ضيفتي في الاستوديو. قضية لها علاقة بفض رابعة، ونحن في الذكرى العاشرة لمذبحة رابعة العدوية. وسلمى بتقول انها ما لقتش اي حد، يعني طرقت كل الابواب ولم يستجب احد. فعلى الهواء مباشرة لمن يهمه الامر،
في من يهم الملف المصري وعايز يوصل للعدالة في مذبحة رابعة العدوية في حالة موجودة هي معنا في الاستوديو سلمى أشرف بريطانية مصرية وعايزة تتعامل في هذا الملف. أنا مش بقول أنا بس، أنا بقول إن كان في مئات من الناس اللي موجودين عايشين برا مصر وأصيبوا ولكن محدش تبنى إن هو يجيب العدالة للقضية دي. عبدالله مرسي برضو لما توفى قبل ما يتوفى بكام يوم كان بيكلمني علشان نرفع قضية لوالده وقلت له هتتقتل وقال لي هتقتل. طيب ده كلام مهم، يعني لو فتحنا في موضوع عبدالله الحلقة كلها هتخلص عن عبدالله، لكن أنا عايز أرجع معاكي لنقطة تانية وهي الحقيقة إحنا في مصر دلوقتي بعيدا عن اللي بتقوليه، يعني في جيل جديد يا سلمى طالع في مصر كان عنده 10 سنين وقت المذبحة، بقاله 10 سنين بيتزرع في دماغه في الاختيار واحد واثنين وثلاثة في الإعلام المصري في كل حاجة إن في رواية واحدة بس، مذبحة رابعة أو رابعة العدوية كانت بؤرة مسلحة فيها مجموعة إرهابيين رفعوا السلاح على الشرطة، فكان لازم الشرطة ترد لأن ما ينفعش أبدا نعطل مصالح الناس 40 يوم وما ينفعش أبدا الشرطة تعمل كده، وده كان هيبقى تقصير من وزير الدفاع سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي أو المشير عبد الفتاح السيسي في الوقت ده. لو حد من الجيل ده قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وبيسألك وانت كنت شاهد عيانة على ما جرى، هتقولي له ايه؟ ايه اللي حصل هناك؟ ايه الرواية اللي انت شفتيها بعينيكي مقابل الرواية اللي بقالها 10 سنين بتتقال في التلفزيون؟ هقول ان الموضوع بدأ من وقت الثورة بالظبط، من وقت لما الناس حبت ان هي تنهي الحكم العسكري وتنهي الظلم والتعذيب، فنزلوا كفاكرين ان هم عايشين في دولة ديمقراطية وقبلوا بالقتل وحصلت الثورة. ومن بعدها اول لما جه القرار اللي هو اصلا ما كانش قرار، يعني لا كان 50-50 تقريبا، يعني الفوز كانت نسبة الفوز ما كانتش عالية جدا، لم يقبل هذا الامر ولم يكتب لمصر ان هي تمر بتجربة ديمقراطية، والعسكر أخذ البلد مرة تانية. وكل ده طبعا يعني الأجهزة المعروف الأجهزة الأمنية والقضائية تحية تحت إيدين الحكومة المصرية، بالتالي ما فيش صورة حقيقية لو عايز تسمعها تسمعها من إعلام أو قضاء منحاز. فالفيلم النهاردة اللي تعرض ده شهادات حياة ناس ما لهمش أي دعوة بأي حاجة، مصورين، ناس حقوقيين، الناس بس كانت عايزة ان هي تجرب ان هي تعيش التجربة الديمقراطية. فاللي مهتم فعلا ان هو يعرف هيقدر ان هو يوصل من خلال شهادات زي دي، مش مضطر ابدا ان هو يسمع لإعلام معروف ان هو مسيس بشكل كبير جدا وما فيش فيه نزاهة ولا بينقل الصورة الحقيقية. طيب انتوا تقريبا انت وكل اللي في الفيلم تم مهاجمتهم شخص شخص، انت على مدار العشر سنين تعرضت لحملات كتير من الاعلام المصري، لكن الاعلام المصري هاجم ديفيد كيرك باتريك، هاجم كريسبن بلانت، هاجم بن رودس، هاجم سارة لي واتسون، هاجم كل اللي شاركوا في الفيلم تقريبا بشكل عنيف جدا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. هل في تفسير ليه فيلم زي ده بالشهادات دي بنوعية الاشخاص المشاركين يتم الهجوم عليه بالشكل ده؟ طيب ده بيعكس قد ايه هم قلقانين وقد ايه فعلا ان هم افتكروا ان الوحش نام وخلاص بقى المجزره اتنست والحمد لله الدنيا ماشيه تمام. فلما طلع عمل زي ده كشف لهم انه انتوا بتقولوا ان اللي كانوا في الميدان دول هم الاخوان المسلمين وهم معاهم اسلحه وان هم مجرمين وارهابيين وكذا، طيب دول وجودهم كان ايه؟ ليه اتقتلوا؟ ده بيبين جدا ان كان القتل بدون تمييز وان كان فيه استخدام مفرط للسلاح وان ما كانش فيه توازن او تدرج في استخدام السلاح لاخلاء الميادين، ولكن كان بهدف قتل كل من هو موجود. يعني هم مش اخوان اكيد، يعني ولا هم ليهم مصلحه ولا هم تبع حزب سياسي، ولكن الكل بيتهم باتهامات واحده، وده اللي قلق منهم انه معقوله بعد 10 سنين الناس لسه فاكرة والجريمة دي مش هتتنسي ومش هنعرف ان احنا نبان كدولة ديمقراطية. أنا الجزء ده شوية أنا مش فاهمه الحقيقة، لو هو عدى 10 سنين والأمور المفترض انها استقرت للنظام وقال الرواية بتاعته 35 ألف مرة في 10 سنين ليه المرة دي باين انه بيتعامل معاها وكأنها أول رواية تصدر من الجانب الآخر؟ يعني ليه كم التوتر الموجود المرة دي؟ أتوقع علشان وجود شهادات من شخصيات معروفة بحياديتها وكمان كونها من أجانب هم فعلا عايشوا اللحظة دي، ولا ليهم ما لهمش مصلحة في مصر ولا ليهم ولا هم تبع حزب سياسي معين أو تبع جهة ما، لكن هم بيقولوا شهادتهم الحقيقية. وكمان لأنه الأشخاص دول ليهم كمان جمهور،
فبالتالي الفيلم ده نقل الصورة الحقيقية اللي ممكن ما كانتش اتنقلت من 10 سنين بشكل إعلامي قوي. نقلها على بقى على مستوى تاني، إن هي بدل ما تبقى محصورة في المصريين بس، إن هي بقت بشكل دولي. طيب أو بشكل النهاردة أكيد تابعتي بي بي سي نيوز في تقرير عن ربعة، دي دبليو مبارح، ودي دبليو تقرير مهم يعني يهم كل حقوقي، وهو لماذا لم تتحقق العدالة في ربع حتى الآن. النهاردة سكاي في تقرير مهم، الجزيرة إنجليش، عدد كبير جدا من واشنطن بوست النهاردة مديرة مكتبها في أوكرانيا عملة تقرير ومستضيفة 5 من شهود العيان على ربع. ليه برضو السنة دي؟ عشان الذكرى 10 لها زخم إعلامي ولا في حاجة مختلفة المرة دي؟ لا، علشان الذكرى 10 دي قديمة قوي، فمتوقع أن هي فعلا القضية ماتت، فكونها لازالت مستمرة ولازال في ضغط إعلامي أو حقوقي أو محاولات لرفع قضايا لحد اللحظة دي، ده بيقلقهم جدا. بالإضافة لأن مصر استراتيجيا ودوليا هي لها مكانة مميزة جدا وهي مهمة جدا، وقد يكون طبعا تغير الإرادة السياسية ناحية عبد الفتاح السيسي. طيب أنا دي نقطة هترجعني لأول حاجة قلتيها، إنه فكرة المصالح مقابل المبادئ، وهي معادلة معروفة لدى الغرب ودايما بيغلبوا مصالحهم على المبادئ اللي هي حقوق الإنسان. هل أنت شايفة بحكم يعني حياتك في بريطانيا إنه مصالحهم بدأت تتأثر مع السيسي في نظرة مغايرة للنظام مثلا دلوقتي، وبالتالي بدأوا يضغطوا عليه من ملف ربعة، من ملف الحقوق؟ قد يكون وارد طبعا، يعني إنه 10 سنين أنت مش بتحسن أوضاع حقوق الإنسان حتى لو أنت تخلصت من خصمك، لكن أنت مستمر في إحراجنا في كل مكان. كل شوية بيجي لنا شكاوي على المستوى الدولي، وخلاص يعني أنت حققت حاجة معينة ولم تحترم بقى أن أنت تحاول أن أنت حتى تخلي أن المشهد يكون آدمي شوية، بل بالعكس كل يوم مصايب بقى اقتصادية وحقوقية وقضائية وكل حاجة يعني. فالناس مش بس اللي هم اللي تعرضوا للأذى من خلال الربع، لكن الشعب المصري خلاص مش قادر يعني. فده خلى انه في ضغط عليهم، بالتالي هم بيضغطوا على مصر دلوقتي. طيب كحقوقية بعد 10 سنين دلوقتي وكشاهدة يعني على ربعة، فقدت الأمل في تحقيق العدالة لضحايا ربع العدوية ولا لسه شغالة على الموضوع ده؟ لا ما فقدتش الأمل، مش هفقد الأمل أبدا إن شاء الله. لكن بقيت شايفة أن في طرق تانية مختلفة تقدر أن هي تكون فعالة أكتر وتجيب النتيجة بشكل أسرع. في قضايا مرفوعة، مش هقول أن ما فيش قضايا دولية مرفوعة، في لاهاي وفي كمان في فرنسا في المحكمة الأوروبية. ففي النهاردة تقرير هيومن رايتس ووتش أكد على فكرة الولاية القضائية الدولية مرة تانية، واستخدامها ربما يأتي بالعدالة لضحايا ربع. صحيح، في البداية كان بيتم استخدامها ضد الضحايا، يعني أنه كان دول تغير من موضوع الولاية القضائية دي علشان ما يلجأ لهاش حد من أصحاب الجنسيات أو كده فيقدر أنه هو يرفع، فدي كمان إرادة سياسية. فتغير الإرادة السياسية هو اللي ممكن يكون سبب قوي، ولكن لازم يكون للقضية أصحاب. طيب أنا عايز أختم معاكي يعني برسالة أسر، أنت بدأت اتكلمتي عن أسر ضحايا ربع العدوية وهم الأكثر تأثرا. صح. مما جرى يعني، فلو نختم الحلقة برسالة منك لأسر ضحايا ربع العدوية. أقول لهم أنه مضى حق وراءه مطالب، وأن إن شاء الله العدالة هتتحقق يوما ما. إحنا بنسعى باللي إحنا بنقدر عليه، وتعازينا في اللي فقدناهم. شكرك، شكرا جزيلا. سلمى أشرف مدير هيومن رايتس مونيتور وشاهد عيان على مذبحة ربع العدوية.